السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نقولوا بلي نتكلموا على لعاب تاع برشلونة الصاعد الذي يعني رسميا وين انضم للمنتخب المغربي لامين جمال، يعني وين أخذ وكذلك وين برشلونة يستعد لمنح المغربي أول عقد احترافي وين لعب أصغر لعاب لعب في الليغا 15 عام، وقيل صايك عنده 16 عام، وقيل عنده 16 عام، وقيل لحق 16 عام. هذا هو، هذه هي آخر أخبار شو الجلامي راه يجيب اللعابة. وحنا ليون، ليون يدير لك هاك، وأنا ماشي ليون لونتي، لا لا، ليون جبنا منها زفان، جبنا منها بلفوزي، جبنا منها غازال، جبنا منها ليون، جبنا منها اللعابة حنا، جبنا منها بلفوزي. مي كانوا يقطعوا جبناهم، واو لا تجي تقصر عليا تقول لي اليوم ما طلبتش نجيب من هنايا، تجي تقصر عليا ضربه في سبتمبر اللي فات على الشايبي، قلتوا لنا بلي تولوز وفرنسا ومنا وبالخط فرنسا وتولوز ومنا، وانتم ماشي باغي تجيبوهم ماكم. عوار شيدتوه اليوم، عوار مزيه، عوار درتو له تاع مجاهد، مزيه عطيتو تاع مجاهد الحمد لله يا ربي، كيما قال لي كيما قال لي خالو، قال لي مزيه طوى بطاقه تاع مجاهد، عورت اش درتو له، وانتم تخدموا غير بالمصالح تاعكم. حنا نعاودوا نولوا نتكلموا على الناس اللي تخدم، الناس اللي باغيه بلادها القمه خويا، باغيه بلادهم في القمه. هذه هي، حنا ناس ياكلوا منا ياكلوا ويدوا الشكاير تاع الدراهم، أيام كون يسيبو مكاش قاع يسيبوها كيما هاكا قاعده كيما هاكا وقعدو ياكلو. كيما واحد قال لي شوبير على ما تهدرش على تاع الإيفان تروا كاليفا وديمي فينال، دير خويا دير فيديو وقول بلي اللي راه يدي 6 ملاير في الشهر ما جاش يتفرج فيكم. كنت تقولو بلي الجزائر راهي دايره الألعاب الأولمبيه العربيه هنا، بعد ذلك ما على بالهش، كنت تقولو سارة كاين حادث في الجزائر والله ما على باله، يدي 6 ملاير في الشهر وشوبير تعش في شوبير باش يهدر، ما هدرش انايا. انا كي نشوف المشرف تاعكم المقدس تاعكم هنا في الستاد نخرج نهدر. البارح الركراكي تفرج فينال والنامس، وزاد شادر زاد تفرج دومي فينال الراجع مع الوداد. الركراكي قاعد في المغرب، المغرب فيها بحر، الجزائر فين فيها بحر، هيا هذاك قاعد في المغرب يخدم، وهذا ويراه. باجي عندي تقول لي شوبير او راك تهضر على المغرب الدولة كوب، او هضر على هذو الدول وصلوا الدومي فينال. انا كي نشوف المقدس تاعكم اللي راه يدي 6 مليار في الشهر وبلا الامتيازات وبلا الاشهارات اللي يديهم، كي نشوفوا الدا كي نشوفوا جا لهنا تفرج شوبير يهضر. هذه هي اخويا، نتوما دير نتوما هضروا هضر، ما تجيش عند شوبير. شوبير يهضر على الرياضه، نهضر على الرياضه تاع تونس الجزائر مصر السنغال، نهضر كلش على المغرب، نهضر كلش. وكي تدخل اوروبا نهضر على اوروبا فانيك، فايق روح منعني يقول لي راك تهضر على طليان ولا الانجليز ولا فرنسا ولا الالمان ولا، فايق روح منعني ما عندك ما دير، نهضر على الرياضه انايا. هذه هي وكرة قدم. وين افادت تقارير اعلاميه اسبانيه اليوم الاحد ان نادي برشلونه يخطط لابرام عقد طويل المدى مع اللاعب يعني اليافع الموهبه لامين جمال ابن 15 عام فقط، والذي استدعاه المدرب تشافي ليكون الذي كان ضمن قائمه فريقه التي واجهت اتلتيكو مدريد ضمن الجوله 30 من موسم المنقضي من الليغا الإسبانية. ومن وفق لصاحبة سبور الإسبانية فإن نادي برشلونة بدأ فعليا التفاوض مع محيط اللعاب من أجل التوقيع على أول عقد احترافي له لهذا الموهبة، حيث تشترط لوائح المدرسة برشلونة على اللاعب حل اقترابه من سن 16 عام أن يلتزم بالتوقيع على أول عقد احترافي له. والعقد الإلزامي لخريج المدرسة لاماسيا هو مرحلة مهمة للعاب الشاب، حيث ينقسم العقد إلى مرحلتين، الأول تمتد إلى 3 سنوات في سن المرحلة الشباب بالإضافة إلى الثاني يعني التي تمتد لسنتين إضافيتين. لامين جمال بعمر 15 عام
استدعاه تشافي لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الموسم الماضي، وقد اضطر نادي برشلونة إلى الاعتماد هذا النوع من العلاقات التعاقدية مع لاعبيه الشباب لعدم تكرر تجارب السابقة عرفت هروب عدد من المواهب المدرسة لاماسيا على غرار سيسكا فابريغاس وهيكتور وسيرجيو غوميز وأدريا يعني، وذلك في أوقات مختلفة. وكان تشافي أشاد في مؤتمر صحفي الذي كان يعني قبل بدء التربص على نادي برشلونة يوم السبت بإمكانيات كبيرة جدا لهذا اللعاب، بقول هذا الفتى يمثل حقبة جديدة في برشلونة مثل ما أكد ذلك كل من أشرفوا عليه في الفريق الناشئين وعايشوا تطوره في عن قرب، وسيعمل النادي على اهتمام به لتطوير أكثر. لامين لعاب يعني لامين جمال يبلغ من العمر 15 عام وتسع أشهر وعشر أيام، واسمه الكامل لامين جمال نصراوي من مواليد 13 جويلية 2007 في مدينة ماترو التي تبعد 30 كيلومتر شمال برشلونة، والبالغ من العمر تحديد يعني عنده صحيح عنده 16 عام صبحت عنده 16 عام أي عنده 16 عام دروك. وكان يمكن لامين جمال أن يصبح أصغر لاعب في تاريخ نادي برشلونة لو أشركه تشافي ضد أتلتيكو مدريد يعني في وقت سابق، في وقت يبقى أنسي فاتي يعني يحمل رقم قياسي حيث لعب بقميص برشلونة أول مرة وهو في سن 16 عام وتسع أشهر و25 يوم، وكان ذلك في 25 يعني في 2019 يعني نقولوا بلي تشوف. وينحدر لامين جمال من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وبالتالي يمكنه تمثيل ثلاث منتخبات وطنية يحمل جنسيتها عندما يصر في سن اختيار المنتخب الذي يدافع عن ألوانه، وهو الذي اختار رسميا اللعب مع المنتخب المغربي يعني التحضير لكأس العالم الأقل من 17 سنة. أيوة. واللعب يلعب بقدم اليسرى ومراوغ بارع، يستخدم الموهبة لامين جمال بشكل أساسي قدمه اليسرى، فهو أسرع ومسارع ومراوغ بارع ويحسن التمرير والتسديد جيد، كما يمكنه أيضا اللعب كجناح أو لعب خط وسط هجوم. وقد انضم إلى نادي مدرسة نادي برشلونة في عام 2012، وبات خلال هذا الموسم الحالي 2022-2023 جزء من الفريق الرديف لبرشلونة، كما استدعاه تشافي في سبتمبر 2022 للتدرب مع الفريق الأول. شو كيفاش يعني لعاب المستوى اخويا، لعاب المستوى نقول لك لعاب مستوى كبير، هذا يجي من برشلونة ويجي من المدارس. واحد قال لي مغاربة راهم يجيبو غير من لابيزيك ولا هولندا، هذوك هما المدارس اللي ما تعرفش، هذوك هما الريزارفوار تاع اوروبا الا ما على بالكش، اذا ما تعرفش راني نقول لك اذا ما تعرفش هذوك هما اوروبا. كاين مدارس يعني وين الخزان تاع اوروبا، الانديه الكبيره في اوروبا يعني تشوف لابيزيك لا هولندا، هذو الانديه هذو زوج بلدان يعني كاين واحد البلدان وين تصيب كيما نقولوا خزان تاع انديه في انجليز في طليان في الالمان في اسبانيا في فرنسا يعني تصيبهم حتى فرنسا وين كاين بعض الانديه يعني وين يدعموا اوروبا بلاعبين كبار. لوهار تجاتك صغيره تاع لوهار، غرونوب تجاتك هذو غرونوب لوهار هذو ليون هذو سورتو غرونوب لوهار، هذو زوج مدارس اللي تا شي يخدموا تا شي يدمروا ولا شي يدمر لك ولا هذه انجي هذه اوناحي من جاب من اكاديميه راح الانجي عاود بان عاود طرطك شاك حاسبتيه مالك ولا زيد خدمه صاحبي ولا استغاث بينك دول.
ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو منيشي ابوني معنا ودائما معكم بجديد وربي يحفظكم خاوتي ويحفظنا ان شاء الله.